Hi guys, welcome to my channel. هذا الفيديو أول فيديو لإلي أنا ببين فيه شخصية. للي ما بيعرفني أنا اسمي شانتال وقررت أفتح هذا الشانل كرمال ننزل عليها كل شيء. إيه مثل ما سمعتوا قررت ننزل عليها كل شيء. بالأول قررت سميها Life Recipes. ليش؟ لانه بالاول قررت نزل عليها من كل الانواع، يعني اشياء اكل، اشياء دي اي واي، توتوريال، ميك اب، فلوجز، كل شيء ما قد تخيل. فبالاول ركيت على الاكل، بما انه اسمها الشانل لايف ريسيبيز فكرت انه بس حيكون عم نزل عليها اكل. هيدا الفيديو عم خبركم شو معقول تشوفوا على هيدا الشانل. الكونتنت اللي حتشوفوه عندي حيكون لكل الاعمار، للبنات، للشباب، للكبار، للصغار، كلكم فيكم تحضرونه. فهلا قررت غير اسم التشانل وسميها اسمي شانتال. شانتال كرمال تعرفوا انه هيدا التشانل مش بس بيزد اون فود، رح يكون فيها من كل شيء. اذا عبالكم تتعرفوا علي اكثر وتشوفوا الكونتنت اللي حنزله ما تنسوا تعملوا سبسكرايب ولايك. باي باي وثانكس فور واتشينج جايز. بس حبيت باخر هيدا الفيديو لكم انه اذا بدكم تبلشوا شيء بلشوا فيه، ما تخافوا من حكي العالم، ما تخافوا شو بده يقولوا عنكم، مش مهضومه ما بيلبق لها. كلنا بدنا نبلش من محل، كلنا بدنا نتعلم من شيء غلط عملناه، من شيء صح عملناه، تنطور حالنا. See you next week.